تقول ما تقول لنا صاحب فينه زمان غايب نسأل عليه واجب فينه زمان غايب نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر ما تقول ما تقول ما تقول لنا صاحب فينه زمان غايب نسأل عليه واجب فينه زمان غايب نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر ما بحت لك سري خبيته في صدري أنا ما بحت لك سري خبيته في صدري أهواك وما تدري أصل الغلط أصل الغلط أصل الغلط مني ما بحت لك سري خبيته في صدري أنا ما بحت لك سري خبيت في صدري أهواك وما تدري أصل الغلط أصل الغلط أصل الغلط مني وما تقول ما تقول ما تقول لنا صاحب فينه زمان غايب نسأل عليه واجب فينه زمان غايب نسأل عليه واجب كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر دول حنوا عزالي بكوا على حالي دول حنوا عزالي بكوا على حالي سر الهوى غالي وعذابه عذابه عذابه كان أكبر دول حنوا عزالي بكوا على حالي دول حنوا عزالي بكوا على حالي سر الهوى غالي وعذابه عذابه عذابه كان أكبر وما تقول ما تقول ما تقول لنا صاحب فين زمان غايب نسأل عليه واجب فين زمان غايب نسأل عليه واجب كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر أنا كده أتحمل وأنت كده تعمل ألا أنا كده أتحمل وأنت كده تعمل في الصحبة ما تسأل غلطان
غلطان غلطان في ظني أنا كده أتحمل وانت كده تعمل أنا كده أتحمل وانت كده تعمل في الصحبة ما تسأل غلطان 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 في ظني وما تقول ما تقول ما تقول لنا صاحب فين زمان غايب نسأل عليه واجب فين زمان غايب نسأل عليه واجب وكان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر كان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر